ما طلعت عليكم اليوم، ما شوفتكم شهودش لابسة. طبعا شوفوا، أنا ما أحب أقيس بالمكان اللي أشتري منه غراض، أحب لأ على راحتي ألبسهم وبعدين أذكركم من وين أخذتهم، تمام؟ حتى يكون اللوك كامل. I love you. هاي التسريحة كل العالم العربي ما يحبها علي، وأني ما أحبها علي، بس ما أعرف مصطفى ليش يسوي لياها. أحس هيك دا يضربني بنج عام حتى أوافق. هاي اللي عليك توفي. هاي شنو قاعد تاكلين شوكولا؟ هاي وين خاتلة انتي؟ قاعدة بالحسابات. شنو دا تاكلين شوكولا؟ مع الحلق مليان. اشو؟ الله، شنو بيه شوكولا؟ يلا عيني يلا. يا مساء الخير والعافية والحب والسعادة. اليوم راح اسوي لكم تغطية حلوة عن اديداس اللي موجودين في مول بابلون، ونشوف انا وياكم شنو الاشياء الحلوة اللي جايبيها. هذا منو هذا الكائن الصغير؟ تعرفوه؟ بنات هذا السكشن النسائي، اراويكم اخر كولكشن لاديداس. يلا حسين ابو علي راح يساعدنا حتى اراويكم. شوفوا هذه حلو، هاي تنورة حلو. شوفوا هذا الوردي اوكي، وعندنا هذا الكحلي. بالله اشوفه يتجنن. هذا اريده هذا ستايلي. شوفوا بنات هذا الزيتوني كلش حلو، والجاكيت مالته يصير قصير اوكي. وعندنا هذا اللون هذا جوزي لو ماروني، جوزي خلينا نقول جوزي. الله هاي حلوة، واو. شوفوا لي بنات هذا شقد حلو، وهم مرهمين وياه. هذا شوفوا كلش حلو، هذا حتى للمحجبات كلش حلو، طويل مالته اي كلش طويل. وعندنا هذا اللون الاخر، نشوفه ابو علي اذا تسمح. شوفوا شقد حلو، هذا يجنن ويا اسود مرهمين اوكي. ها هذا كامل، شوفوا هذا الهودي ويا هذا ايضا حلو. شوفوا هذا ايش قد حلو اوكي. شنو مرهمين وياه؟ حلو ليجنز اسود كلش حلو جميل. عندنا الله حلو. شوفوا هذا الكولكشن جديد مال اديداس جلد، ممكن نقدر ويا هذا. شوفوا حتى المحجبات ايضا يقدرون يلبسوه لانه طويل. شفتوا؟ شوفوا لون الموسم اللي هو البنفسجي. شوفوا الديزاينات مالته ايش قد حلوه. باعوا هذا ويا هذا حلو، بعدين اذا بارده تلبسون عليه جاكيت. وعندنا هذا ايضا ويا هذا، ونقدر ويا هذا. شوفوا كلش حلو، حبيت. شوفوا بنات انا اخذت هذا الجلد، عجبني صراحه شيء غريب. وانا ما اخذت التنوره وياه. شوفوا باع الحركات. ما اخذت التنوره لان انا مو من محبي التنوره صراحه. اخذت وياه هذا ايضا جلد، هذا لا يفوتكم، لازم تاخذوه اذا اجيتوا الاديداس لان ما يتفوت. شوفوا بنات هذا الليجنز حبيته كلش عجبني، ونقدر كل شيء نرهم وياه، جنن. احلى الجنزات عد اديداس بصراحه، مثلا هنا مرهمين هيجي، انتم كيفكم على راحتكم، ما صايرين ورد وحركات. هذا هم حلو، همين حلو. اوكي تفاصيل، شوفوا التفاصيل مالته. شوفوا تفاصيل الردن كلش حلوه، حلو. محبي الابيض، انا احب اطلع بطل حليب. باع جميل والله. باع هذا الشوز هم حلو، هذا اخر اصدار بصم شوز كلش حلو. هذا اريده. باع السليبرات ايش قد حلوه اللي عندهم، كلش حلوه. هذا سنو، هذا شوفوا
تشوفون رجالي والنسائي. وهاي الكتاكيت اخير نيو كولكشن باعوا الجمال قلبي اني باعوا باعوا بسرعة. نايم وتر نايم وتر. اوه هذا شنو هذا؟ همين حلو. شوفوا هذا اللي اكبر من نايم وتر. هذه كل الأطفال من 7 سنوات إلى 16 سنة. ممتاز يجنن كلش حلوين. أوكي وعندنا هذا البنفسجي. هذا اللون الظاهر هو الدارج. أي نعم هذا لون الموسم. أي لون الموسم كلش حلو حقيقة. بعد شنو عندنا؟ الله يجنن حلوين والله. هاي مثل ما ذكر الأخ من الأعمار 7 إلى 16 سنة. إلى 16 سنة هذا هم كلش حلو. هذا حبيته. لاعبي المفضل أكيد. لو عندي ولد أخذه والله يجنن. للي عندهم أولاد هذا يخبل. واو حلو. هذا أيضا جميل. وهسه القسم الرجالي اكيد مناسي اخوتي الشباب على مود يشوفون. شوفوا الجمال. اوكي حلو زين. عندنا هذا المرقط كلش حلو. ها ويا هذا يصير كلش حلو جميل. واكو هذا الستندر اللي هذا حلو اللي هو الاسود. اوكي ايضا جميل. بعد تراوينا يا ابو علي هذا حلو. انا هذا عجبني. انا ما ادري ليش احب السحاب يعني. كلش كلش مميز هذا. اشوفه حلو احلى اللي شفتهم. وبنفس الوقت جوكر لان اسود يرهم على كل شيء. هذا هم حلو. هذا هم كلش ها. اوكي انا اشوف هذا احلى. ما ادري لين بيسحب. فهد وين فهد؟ زين عندنا هذا الكحلي. شوفوا اوكي. وهذا هم حلو التيشيرت ماله. طبعا ناي هجمه المكان ابشركم. هذا تمام. شوفوا هذول ايضا القسم الرجالي بعد نبي. صراحه كلش انيق وحلو يا شباب جنن. شوفوا هسه نشوف ابو ناي داخذ له كم قطعه حلوه. طبعا ذوقه مو مثل ذوقي تماما ابدا ابدا. اوكي هاي التفاصيل. التفاصيل حلوه هاي. اي اوكي ضايفيها حلوه صح. بس ابقى اني مو هذا اللي اريد لك اياه اللي بذاك السكشن. وهو هنا لازق وما ادري يجيبون نقاضي هسه مال تمرين. ويلي عليه مو تعجم والتمرين خلي يلا. جوا شنو؟ ايه هسه توني دا اقول الجواز اترج. اوكي مو انت تعرف لهنا ذن يعني سوالفك منطقتك ولعبتك. بعدنا بالسكشن الرجالي. شوفوا عندكم يا شباب عندكم هذه القطعه حلوه وستندر وسودا ومتن من اي بالضبط كلش حلوة. يلا أنا كل ما تعجبني شغلة حلوة أعوفكم أخذ فاصل وأرجع لكم. نكمل. إيه هذا صورناه. أوكي أوكي هم حلو كلش حلو. على فكرة شباب أبو ناي أخذ من هذا لأن أنا كلش عجبني. شوفوا هذا ويا مالته وما أدري إيش أخذ بعد. مهم هو يراويكم. هذا السويتر حلو. اوكي وهذه عندها عده الوان جبيها ثلاث الوان. نشوف الوان. اوكي هذا الزيتوني. هذا ايضا حلو. على فكره الجناط عندهم حلوه مال جم مال شباب يعني مال بنات ايضا. هذا يكون تو فيس. هذا وجهين. اي نعم مثل بعض الناس بحياتي. كلش حلو. ما طلعت عليكم اليوم ما شوفتكم شهود ايش لابسه. طبعا شوفوا اني ما احب اقيس بالمكان اللي اشتري منه غراض.
احب لا على راحتي البسهم وبعدين اذكركم من وين اخذتهم تمام حتى يكون اللوك كامل. I love you. هاي التصريحة كل العالم العربي ما يحبها علي واني ما احبها علي بس ما اعرف مصطفى ليش يسوي لي اياها. احس هيك دا يضربني بنج عام حتى اوافق. هاي اللي عليك توفي. هذول اخر شيء شباب شوفوا هذا شوز موجي اوكي يجي فلات سامبا اوكي فانا عندي السلبنونيان الابيض على الاسود هذا يكون اربيتا بوست كل صبيحه اوكي لوزيتال ايضا احنا بهمي والتراك حلو عسكري والباقي لوزيبا سلبنونيا زيتوني مع الرصاصي هذول الابيض ايضا حلوين